هذه الفقرة برعاية نتحدث اليوم بالفعل عن هذا التحول للطاقة المتجددة وحل مشاكل الطاقة في لبنان في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية. ينضم إلينا الدكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبنانية. أهلا بك معنا دكتور وليد. أهلا سيدتي. أهلا فيك. خلينا نبدأ بالطاقة المتجددة بما أنه عم ننطلق من COP28 ولبنان أنجز تحرك ملفت حتى صحيح. الآن رغم التحديات اللي عم نشوفها بالنسبة لملف الطاقة 20% بالنسبة للطاقة المتجددة. هذا التمثيل اعتبره البعض انه ما زال لا يمثل يعني قدرات لبنان الطاقويه وحتى الموارد الموجوده. قد ايه في عمل على زياده هذه النسبه صحيح. وكيف تسير الاستراتيجيه؟ صحيح، نحن قطعنا شوط بمجال الطاقه المتجدده والتحول الطاقوي اللي بده يتكل من خلاله لبنان على المزيد من الطاقه المفيده بالبيئه، والعنوان الرئيسي هو طاقة متجددة حوالي 30% على الأقل بال 2030، ونحن ماضيين بهذا الاتجاه وحققنا الكثير بالوقت القليل اللي مضى خلال عمر هذه الحكومة سنتين زمان. طلعنا من 100 ميجا وات لل 1000 ميجا وات اللي هو بيعادل حوالي 20% مع الطاقة الكهربائية بيصير من الطاقة المتجددة. الجزء الآخر من الطاقة اللي بده يتحول فيها لبنان بمنظومة الطاقوية تبعيته هي التحول من الليكويد فيول اللي هو مؤذي للبيئة والانبعاثات الكربونية منه كبيرة للغاز الناتشورال غاز اللي هو صحيح منه صديق للبيئة بالمعنى المطلق، وإنما انبعاثات البيئية الانبعاثات الكربونية المتآتية عنه أقل بكتير مقارنة مع الليكويد فيول. فمنظومتنا الطاقوية التحول بالخطة هو من الليكويد فيول للغاز ومن الليكويد فيول للطاقة المتجددة اللي عم بيمكننا اليوم من هذا يعني التحول أو الإنجاز. ما بدنا نقول نحكي إنجازات بلبنان، كتير في عنا كتير شغل نعمله بعد وعنا طموحات كتيرة، ولكن هي الإصلاح اللي حصل ونعملناه بقطاع الكهرباء حيث كان هو القطاع والعبر مؤسس الكهرباء عم بيستهلك كتير من الموارد المالية لأنه كهرباء كل عمرها مدعومة ولكن الدولة لا تملك المعطيات لدعمها، فبالتالي كانت بالأخير عم تنعكس عليه هو انخفاض بالموازنات الدولية ووصولا للتأثير على التمويل. اليوم دكتور كيف عم بيتم للمشاريع اليوم، لأنه هل عم تعتمد الحكومة فقط على توليد الطاقة من جانب واحد للقطاع الحكومي أم أيضا عم تستعينوا بالقطاع الخاص؟ اليوم اللي خلص اللي طلع النسبة لل20% بالطاقة المتجددة هي فقط الالتزامات الاستثمارات الفردية لإن كان مؤسسات صناعية أو تجارية أو أفراد في بيوتهم لقيوا أنه لما عملنا الإصلاح بالتعريفة وصارت التعريفة بتعكس الكلفة إن كان للمحروقات من جهة أو للطاقة الكهرباء من جهة أخرى، حيث التعريفة عندنا أصبحت تعريفة عالية لاستهلاك الكهرباء، أصبحت إنتاج الطاقة المتجددة حتى على المستوى الفردي أرخص من الكهرباء اللي هي أحفورية، فبالتالي راحت العالم على الاستثمار بهذا الموضوع اللي هو على الروف توب على المستوى البنايه. في رقم معين لحجم الاستثمارات وصل حاليا وصل حوالي المليار دولار. مليار دولار استثمر خلال سنه اللي هو سنه 2022 بين الالواح الشمسيه والتركيب وايضا البطاريات والانفرترز. هيدا هو حجم الموضوع، والهيدا اللي من خلاله شفنا حضور كبير لشركات عالميه بلبنان بعالم الطاقه المتجدده لانه صار في قطاع له حجم. هلا شو اللي بيخلينا نكبره بعد اكثر ويكبر النسبه من مساهمة الطاقة المتجددة بالانرجي ميكس؟ هي الاستثمارات على مستوى اليوتيليتي سكيل. يوتيليتي سكيل يعني معمل طاقة متجددة وليس تجهيز فردي لمبنى واحد، وإنما تجهيز معمل بيبقى آلاف الأمتار المربعة بيوصل معك المعمل إلى حد المئات الميجاوات. طبعا بالبلاد الخليج وقطر والسعودية وأيضا طبعا الإمارات منهم عملوا ومصر عملوا معامل كبرى من الطاقة المتجددة بيوصلوا لألاف الميجاوات. في لبنان نقدر نعمل معامل لحدود المئات الميجاوات وبتساهم كتير بالمنظومة الطاقوية. سعر الكهرباء على خلاف باقي البلاد العربية عندنا نحن سعر مجدي للكهرباء مقارنة بكلفة إنتاج الطاقة المتجددة بيسمح به أنه هذه الاستثمارات تكون جذابة للمستثمرين، ولكن اللي ناقص هو الاستثمار الخارجي عودته لقطاع اليوم واضح أنه قطاع أصبح مستدام. ليه؟ لأنه عنده التوازن المالي اللي بيسمح بدفع
الالتزامات. فبالتالي نحن جينا لهون على المؤتمر الكوب 28 للنادي البلاد الأشقاء والمجتمع الدولي والمساهمين هون في نجاح هذا يكاد يكون مهرجان. يعني الكوب 28 قد ما كبروا حوالي 70-80 ألف شخص لحتى يعود الاستثمار إلى لبنان في هذا القطاع الحيوي واللي هو مجدي مجدي اقتصاديا للمستثمر. إلى جانب الصناديق عندنا سندات خضراء عم تصدر. صحيح. أدي لبنان متجه للسندات الخضراء لتمويل المشاريع. صحيح. عم نحاول قد ما بنقدر إن يكون لنا حصة منها. ولكن بنفس الوقت بمثل بيقول it takes two to tango. نحن بحاجة كمان لليد الممدودة من قبل الصناديق نفسها تقول انه نحن مستعدين نستثمر في لبنان, حيث نحن عم نحاول نفرجي نظهر هون التحول اللي حصل بقطاع الطاقة بلبنان, مستدام ماليا, عنده استدامة بيئية على الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف المرجوة. يعني في خطة لإصدار سندات, موضوع الخطة الآن لإصدار سندات خضراء بلبنان ولا لسه مبكر الحديث عنها؟ بعدنا يعني احنا عندنا مركز الكفاءة الطاقة معني بالامور اللي هي على الفرونت على مقدمة المشاريع الجديدة, يعني عم ندرسها معهم لحتى ناخد الخطوة الثانية. طيب ننتقل للاستكشافات لأنه صار في استكشافات مهمة جدا بالمربع التاسع للبنان مؤخرا بدخول توتال وإني وانضمت قطر اليوم. أكيد. وجود قطر اليوم دكتور أدي بيمثل مهمة بالنسبة لل كثير مهم. يعني أول شيء هو أولا هو وجود عربي. نعم. يعني نحن بالنسبة لنا الوجود العربي في لبنان يساهم في تثبيت لبنان في الساحة كعضو بهذه الجامعة العربية, بنفس الوقت بيساهم بالاستقرار في لبنان. نحن كل الأشقاء العرب مرحب فيهم, وقطر أكثر كمان كتير مرحب فيها, وساهمت بوجودها إذا بتتذكري أول شيء بموضوع الترسيم, وبعد ذلك اللي تأتى عنه هو نوع من الاستقرار ساعد أنه الاستثمار يحصل وبسرعة بموضوع التنقيب. هلأ التنقيب تأتى عنه أول نتيجة كانت للبير بالبلوك 9, كان النتيجة أنه البير منه تجاري لأنه السيل يعني السيل العزل ما كان موجود, فالمي دخلت على الريزرفوار, فبالتالي ما كان الاكتشاف تجاري. لازم يكملوا, وقيادة قطر ودخول قطر بشكل فاعل بنسبة كبيرة لحد 30% بعتقد نسبتها لقطر في هالكونسورسيوم, نتأمل انه تعطي دفع ايجابي للاستمرار في العمل. هني عملوا عروض بالبلوك 8 والبلوك 10, جاري هلأ المفاوضات لحتى نحسن الشروط تبع هذه العروض لنترجمها لاستثمار سريع في الأبار أخرى إن كان 8 أو 9 أو 10. وبنفس الوقت نحن رح يكون عندنا لقاءات مع بإطار المؤتمر الطاقة العربي اللي عم بيقوده القطر, بيبدأ ب 11 الشهر, رح نتجه من هون لهونيك. دخول قطر كان تعاون سياسي أم تعاون تجاري حقيقة في هذا الاستكشاف؟ كان تعاون برأيي أنا, كل شيء بيبدأ بالسياسي خاصة الأمور الكبرى. فضروري يكون كان جزء تعامل سياسي وأيضا تعامل اقتصادي, تعامل أخوي كمناصرة كمان للشعب اللبناني وحاجته. نعم. اليوم إحنا أمام 8 أيضا يعني استكشافات أخرى يمكن أو مناطق. أيوة. وضعها صحيح. لبنان قطر ممكن تكون جزء منها بهاي المناطق, يعني هل عم يتم التفاوض على نتمنى هيدا الشيء, بس تعرفي نحن دورة التراخيص الثانية خلصناها وما دخل وما تقدم لنا إلا عروض للبلوك 8 والبلوك 10. نعم. فيجب علينا أن ننجز هذا الموضوع بعدين نفتح دورة التراخيص الثالثة لنشوف مين ممكن يتقدم بالبلوكات الباقي. هلأ بتعرفي بوجود المشاكل الكبرى اللي حاصلة بقطاع غزة وبالإخوان بفلسطين بتمنعنا من تحقيق الازدهار في هذا المجال, وما فينا إلا نتمنى أنه يوقف العدوان على الفلسطينيين إخواننا, وأنه يلعب دوره الدول الفاعلة في هذا العالم لحتى توقف هذه المجزرة التي تحصل بحق الفلسطينيين. طيب استيراد الكهرباء الآن, لأنه كان في توقف يمكن بعتقد من مصر والأردن بالنسبة لاستيراد الكهرباء, الملف انتهى دكتور؟ أنا عندي ما بينتهي هذا الملف لأنه هذا الملف هو ملف استراتيجي. أي. يعني نحن عنا بلد كبير جدا اسمه مصر العربية, عنده كتير إنتاج طاقة وعنده من هذه الطاقة نسبة كبيرة طاقة متجددة, وفي إكسس لدرجة بالطاقة أنه ممكن يصدر للبنان عبر الأردن وأيضا سوريا ليوصل لعنا طاقة نظيفة لا تزيد انبعاثات
بيئية وعنده منفعة لنا مش بس على مستوى البيئة وإنما منفعة أيضا بتزيد تغذية الكهرباء عنا بلبنان والكلفة تبعيتها تفاوضنا عليها مع الإخوان بالأردن وبسوريا لحتى نوصل ل اتفاقيات ان كان للغاز او للكهرباء. بالنسبه للغاز استهلاك الكهرباء العقد اللي وصلنا معه مع الوزاره بالاردن هو مرتبط الكلفه الكيلووات اور بكلفه الفيول، بس لما يكون 80 دولار الفيول البترول بيكون سعر الكهرباء لنا حوالي 11 سنت، يعني مفروض هي عالي لحتى يكون مفيد للأردنيين وبنفس الوقت واطي كفاية لنا ليكون مفيد لنا يخفض المعدل العام لكلفة الكهرباء الموزعة بشبكات لبنان، بيكون مفيد لنا لأنه بيخفض المعدل فبالتالي وبيزيد التغذية، يعني it's a win-win. بس بيوقف موضوع قانون أيسر وانعكاساته اللي ما عم تمنعنا من تفعيل هذا البرنامج الاستراتيجي إن كان للغاز المصري أو للكهرباء الأردنية. كمان بدنا الدول الفاعلة تساعد لحتى نمرر هذه الاتفاقيات ونوضعها حيث تنفيذ. هيدي بتعطينا كتير كهرباء، بتعطينا 300 ميجا وات من عند مصر، من عند عفوا الأردن، من الأردن. وموضوع الغاز بيعطينا بيحول بيعطينا إضافة 450 ميجا وات. هذا إذا تم، عم نقول يعني إذا تمت كمية الغاز من مصر وصولا إلى أردن فسوريا. ومن سوريا بيطلع لعنا الغاز من حمص. بس تكلفة الغاز كمان تكلفة الغاز كمان مرتبطة بسعر البرميل النفط. وإذا كان السعر على 80 دولار بيكون لقلنا سعر الغاز كمان مجدي جدا حوالي 7 دولار، بس بعدين بزيد عليه النقل بالأم بي تيو، يعني أسعار مفيدة ومجدية مناسبة للإخوان بمصر لأنه هيدا غاز منه عم يتحول لمسيل، عم ياخد الغاز مثل ما هو وبيروح بالخط الغاز العربي اللي هو موجود، فبالتالي ما في كلفة إضافية، مفيد لنا، مفيد لهم، مفيد للإخوان بسوريا، مفيد للأردن، لازم ننفسه. نتمنى لكم التوفيق. دكتور وليد فياض وزير الطاقة والمياه اللبناني، شكرا على كل هذه التفاصيل. هذه الفقرة برعاية